ما هي السورة التي تقع في نصف القرآن الكريم؟ الجواب سورة الكهف. ما هي السورة التي تسمى بني إسرائيل؟ الجواب سورة الإسراء. ما هي السورة التي تسمى القتال؟ الجواب سورة محمد. ما هي السورة التي يطلق عليها عروس القرآن؟ الجواب سورة الرحمن. ما هي السورة التي يطلق عليها قلب القرآن؟ الجواب سورة ياسين. ما هي الشجرة المقصودة في قوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء؟ الجواب شجرة الزيتون. ما الإحسان؟ الجواب أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أكمل الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة. الجواب: لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. أكمل الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب. الجواب: لأخيه ما يحب لنفسه. متى تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الجواب: قبل قراءة القرآن، وقبل دخول الخلاء، وعند الغضب، وعند الوسوسة، وعند سماع نهيق الحمار. ما أخطر أمراض القلوب؟ الجواب: النفاق. ما الاسم الذي يطلق على الذين آمنوا بعيسى عليه السلام؟ الجواب: الحواريون. ما هي السورة التي تسمى براءة؟ الجواب: سورة التوبة. قوم أي من الأنبياء كانوا يعبدون الأيكة؟ الجواب: قوم شعيب عليه السلام. ما هو اسم الملك الموكل بالنفخ في البوق؟ الجواب: إسرافيل عليه السلام. في أي سنة هجرية كانت غزوة الخندق؟ الجواب: السنة الخامسة هجرية. كم عدد الأشخاص الذين اشتركوا في قتل ناقة نبي الله صالح عليه السلام؟ الجواب: 9. في أي غزوة استشهد الصحابي عبد الله بن رواحة؟ الجواب: في غزوة مؤتة. ما اسم الصحابي الذي اهتز عرش الرحمن عند وفاته؟ الجواب: سعد بن معاذ. ما الصلاة التي يركع فيها المصلي ويسجد 4 مرات؟ الجواب: صلاة الخسوف والكسوف. أين يوجد البيت المعمور؟ الجواب: في السماء. والها هو اسم زوجة أحد الأنبياء، من هو؟ الجواب: لوط عليه السلام. من هو الصحابي الملقب بأسد الله الغالب؟ الجواب: علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من هي الصحابية الملقبة بذات النطاقين؟ الجواب: أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. من هم أولو العزم من الرسل؟ الجواب: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. متى تقوم الساعة وما الدليل على ذلك؟ الجواب: علمها عند الله، لا يعلمها إلا هو، والدليل قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. ما هي دار الكرامة وكم عدد أبوابها؟ الجواب: دار الكرامة هي الجنة، وعدد أبوابها 8. ما أعظم نعيم في الجنة؟ الجواب: رؤية الله جل جلاله. ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ الجواب: تقوى الله وحسن الخلق. ما هي دار العذاب والمهانة وكم عدد أبوابها؟ الجواب: هي النار، وعدد أبوابها 7. كم عدد السور التي بدأت بالحمد لله؟ الجواب: 5 سور. من أي أبواب الجنة يدخل الصائمون يوم القيامة؟ الجواب: من باب الريان. من هو النبي الذي صام عن الكلام 3 أيام؟
الجواب: زكريا عليه السلام. ما هي عدة الأرملة الغير حامل؟ الجواب: 4 أشهر و10 أيام. ما هي السورة التي تبدأ بألف لام ميم را؟ الجواب: سورة الرعد. كم مرة حج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: مرة واحدة. ماذا كان اسم ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: القصواء. كم عدد السور التي افتتحت بثلاثة أحرف في أول آياتها؟ الجواب: 13 سورة. كم عدد آيات سورة البقرة؟ الجواب: 286 آية. ما هو الاسم الآخر للخيل الذي ذكر في القرآن الكريم؟ الجواب: العاديات. كم عدد القراءات الصحيحة للقرآن الكريم؟ الجواب: 10 قراءات. كم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: 4 عمرات. ما اسم أخي يوسف عليه السلام من أمه وأبيه؟ الجواب: بنيامين. سؤال للمتابعين: من هو الصحابي الذي كان جبريل عليه السلام يأتي على هيئته؟